الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك،
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اختم لنا بالحسنى اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مطواعين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ثبتنا على دينك اللهم صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا
وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على وعدك وعهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بشر ما صنعنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا من النار. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الفرد لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. حلت دون النفوس، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا رحمة من عندك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. إلهنا، كم نعمة أنعمت بها علينا، قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها، قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند بلائه صبرنا فلم يفضحنا، ويا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. يا ذا النعيم الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا. أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا كريم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بعفوك وغفرانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان سنين متتالية، ووفقنا فيه للعمل الصالح الرشيد. إلهنا، وعزتك ما عصيناك إذ عصيناك، ونحن بجلالك جاهلون، ولا لعقوبتك متعرضون، ولا لنظرك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك المرخي علينا. فبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا.
ويلنا كلما كبرت سننا كثرت ذنوبنا فإلى متى نتوب وإلى متى نعود. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما قدمنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم اهدنا فإنك أنت الهادي. اللهم لا تجعل لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة، اللهم تجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا عظيم المن، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا. نسألك يا الله ألا تشوي وجوهنا بالنار. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك،
اللهم إنا نسألك شفاعة القرآن، اللهم شفع القرآن فينا، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله أكبر.